وضيفنا اليوم راح يكون المؤلف الموسيقي جان كيروز، وجان مبدع بطريقة تعاطيه مع الموسيقى. راح نتعرف اليوم على سي دي جديد الخاص فيه. يسعدني أن يكون ضيفي بالاستوديو مؤلف موسيقي شاطر جدا ومخرج تلفزيوني ايضا، جان كيروز. صباح الخير. صباح النور جان. انا ما عم بحكي لاعطيك بس ولا كريدت، بس لانه وزعته للسي دي اللي هلا عم تشتغل عليه، وهو سي دي هلا صار بالسوق وفعلا بيستحق نحكي عنه مطولا. اول شيء السي دي مهم جدا، ليش فكرت هلا انك تجمع كل شيء انت الفته موسيقيا بهذا السي دي؟ هو صراحه المشروع من 4 سنين بس كان بال 2005 لازم ينزل، واستشهد الرئيس رفيق الحريري، راحت القصه واختلف البلد. بال 2006 بعد ما نزل مايسترو ثالث مره بثالث سيزون كمان قلنا يلا خلينا نطحش. شو صار؟ صار اشياء كثير ل 2006 وصار اغتيالات بعدين وصار اغتيالات، بقى رجع ل 2010 قلت لو شو ما صار، لو الحرب العالميه الثالثه خلص بده يعني نزلته ما صار شيء، كان الاول تنزله بركي كان ما صار شيء. بدي بس اقول انه كثير من الموسيقى التصويريه لكثير من البرامج انت اللي ماضي عليها، ومن برنامج مايسترو اللي كنا كلنا نتابعه، مايسترو وهز يا نواعم ومشن فاشن والاوبننجز تبع مس لبنان وكثير، وجلسه نسوان كان على الفيوتشر ليتلي كمان، وان شاء الله بروجرام جديد ان شاء الله. السي دي بيجمع 16 تراك نغمه، اذا بدي احكيها بالعربي 16 نغمه، واللي حلو فيه انه عن جد مثل ما قالوا لك كثار ناس بياخذك على دنيا ثانيه. شو كانت التعليقات للناس اللي سمعوا هذا السي دي؟ صراحه كلهم قالوا لي يعني انه شيء كثير حلو، وحسوا انه في نوع جديد من الموسيقى، هالسيلانس اللي فيها، هالمفاجات يلي فيها، بس انه في كم مسج اذا بدك انه هيك مثل فشولي خلقي، وحسيت حالي انه كثير مهم. اي قولها معلي انت مهم. اي مثلا مثل مين؟ مثل مين؟ ما بعرف اذا بقولها على الهوا، بس بدي اوجه تحيه للاعلامي يعني مارسيل غاني، بعث لي مسج قال لي جان اميزنج سي دي، حتى حافظه للمسج، اميزنج سي دي نقلنا لعالم ثاني، خاصة تراك 3 اللي هو 7 سنسز. هلا حنسمع الحال اللي احنا عم تسمعنا نيجار، واهم شيء قال لي وي ار براود اوف يو، هيدي حسيت حالي هيدي اختصر فيها راينا كلنا. على كل حال جواب حلو فيك كمان انه كل هالشغل اللي بتعمله وعلى السكت، يعني هو الناس كثير قليل اللي بس بينغرموا بشغلهم، ما بيهمهم كثير الضوء يعني. هلا انا بهمني الضوء بس انا شو بدي، بس لازم يهمك بمحل، انا عم بقول لك ما تبلش تشتغل على شيء ثاني. يلا اكيد عم نسمع على كل حال وعم نحكي معك بنفس الوقت. بس جان، الاشخاص اللي بيقدروا يعطوا ابداع من هذا النوع، يعني حتى انت ما بتشبه حالك بمحلات روح ذاتها بس منوع، ليش ما بتلحن اغاني؟ ان شاء الله قريبا، بس انا ما بدي فوت بالاغاني حي الا مطرح، يا فرد مره بدي فوت على مطرح كثير عالي وشوف انا حالي فيه مثل ما عم شوف حالي. مين عالي يعني؟ مين عينك عمين مثلا بتلحن له؟ خلينا نقولها بصراحه نعلنها. صراحه عم بحب كثير ست ماجده الرومي كلها يعني بس هلا ما بعرف قديش، بس بحس مثلا بس اسمع تراك 4 اللي هي روت تو هيفن، يعني ما بعرف هي دغري انا مخيلها قدامي كثير حلوه. روت تو هيفن فعلا تتخيل حدا بقيمه، بتحس في عظمه، بتحس في شيء عم تطلع فيه، طلوع طلوع طلوع، بقى دغري بتخيلها بقى هيك بس. هلا بركي بكون عم تسمعك يعني، اذا انت بدك تشوف مجال الحين وحاب تفوت دغري بمستوى جيد ولائق. هلا بكره بيقولوا شايف حاله مدري شو، بس انه فرد مره يعني واحد يا يفوت مزبوط يا بلا كل هالشغله. لا لانه الشغل عم بيكون فيه مجهود معين يعني، ما منه سهل. طب لما انت تكون مخرج بنفس الوقت كمان جان، يعني هذا قد ايه بيساعدك انه مخيلتك تغنى اكثر كموسيقي؟ كثير يعني قلت لك اياها، انا بس كون عم بشتغل موسيقى تصويريه خيال المخرج انا بشغله، وبس كون عم بشتغل اخراج الحس الموسيقى يعني الموسيقى اللي بحسها يعني بتنبض فيها المنظغره بحسها بالاخراج، يعني تقطيعي كيف عم بقول له للومه روح هيك خليني احس فيها عم بتروح شوي شوي، وعم في قصص بحسهم انا يعني. مين مساعد مين اكثر؟ يعني الموسيقى مساعده اخراجك التلفزيوني او صورك اللي مساعده موسيقتك؟ اثنيناتهم فايتين ببعضهم، بس الموسيقى عند كل شخص هي بتنمى معه من صغر اكثر، انا من صغر انت بس نايمك امك او تغني لك حتى تدخل، يعني الموسيقى بتفوت عليك. ايه مزبوط مزبوط. قد انت حساس بتكون بتروح على محل؟ اوفر ايه. انا سمعت السي دي كل هالجمعه لو عم بحكي شيء شخصي، بس عن جد بتحس حالك هديت رقت ورحت على غير محلات وحلمت اكثر. هلا احيانا محلات موجع كمان، يعني موجع عاطفيا قصدي، اذا تجي الصور الحلوه يعني اللي على راسك. لانه
هو هذا الصداع انا جربت اعمله خلطه بتشبه الشخصيه تبعي، يعني اوقات في مثل كل شخص عنده اوقات في ظروف بيقطع فيها صعبه، في اوقات ظروف بحس حاله انه انا ما حدا قدم مثل روت تو هيفن، في اوقات بتحسي حالك بالدانس ميوزك مثل ريميكس مايسترو، بتحسي حالك يلا بدنا نروح نرقص وكل هدول القصص، بقى جربت شيء بيشبهنا، واذا واحد ما عمل شيء بيشبهه يعني ولا ممكن يوصل، انه يعني انه قد ما يكون حلو. حزن وفرح عنا يعني. حزن وفرح. الحياة يعني بكلم ثاني هذا الحياة. ايه الحياة اللي انا عم عايشها. انت مثل كلنا المزيج لو ما حلوة وبتشبهنا كنا ما تفاعلنا معها يعني مش هيك؟ يعني مثل كتابك يلي هي لحظة دعاية مشتركة دي لا 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 مش قصة دعاية مشتركة بس كتابك رائع. لا يعني كيف خبرتينا عن الحرب انت شو حسيتي؟ خلينا نحكي عن السي وبعدين اسرح على التلفزيون كنت عازمني بنحكي عن كتابي قد ما بدك، بس بدي اقول لملك الصوت جوا بالاستوديو عندنا انه ينقلنا بين ال 2 و 3 وال 9 لانه انا ال 9 كثير حلوة بتحس حالك عم ترقص انت وعم تسوق يعني منطلق انت وعم تسوق. ما بعرف ليش نحكي كثير بسواقي في كل شيء بالسيارة بنسمع ما هو بتعرفي شو هلا لانه الموسم من هلا لاخر ايلول دبكة هلا انه انا كثير بحب الدبكة هون بحب أيه. الموسيقى بس مش معقول يا عمي من الساعة 2 الصبح للساعة 12 بالليل دبكة طب ما يعني روق شوي يعني هو بدك تروق ترجع تقلع دبكة منيحة وترجع تهدى بس هيدي منيحة حتى وحدة هي سمعت هذا السيدي بدي بس كنت اسألك انا كثير حبيت كمان ديديكيشن انت هيدا الالبوم لبيك بيت اللي ما بتعرفه لا ما بتعرفه كثير تأثرت بهالشيء جون وهيك يعني اصلا ثلاث ارباعك شاعر كمان كيف ما قدم له اياها عن بتحسه بالهواء وبتحسه بالشمس وبتحسه بالفراشات وبتحسه بلوتشيانا لوتشيانا مين؟ لوتشيانا هي بنت بوجه لها تحية اكيد عم تشوفني اي لاف يو بابا و ايه لبي لانه حسيت هذا الظرف الموسيقى السداء لي في اهدي شيء يعني قبل كنت بس بكون مخرج مع حدا تاني او موسيقى لبرنامج ما فيك تهدي انه هذا شيء بعمل مع حدا تاني بس هيدا الموسيقى لي وحبيت وهالقد انا مش ام براود بس بحس حالي انه انجزت شيء انجزت شيء وشيء مرتب راسي بحبيت انه اهدي اول شيء اول عمل انا بعمله على كل حال كل عملك راقي من اول عمل انا بدي اقول بس انه السي في رائع عن جد هذا اقل كلمه بنقال فيه ومش دعايه لانه عن جد يستحق انه ينسمع انا بتشكر موجود بالسوق بالبلدان العربيه وين موجود بلبنان موجود بقطر موجود بالبحرين موجود بالسعوديه موجود بدبي وقريبا لازم يصير بالاردن وان شاء الله وان شاء الله نكست ستيب يعني تكون يوروب هون بدي وجه تحيه لدي دريمز وتحيه للميوزك ماستر وخاصة انه لقيت بستاني لانه كثير عم بيساعدني بتسويقه بالدول العربية وبدي اتشكر كل يلي شاركوني بالسي دي ان كان سينتيا كرم صوتها الرائع يلي عم تنسى صوتها حلو نمبر 3 بقلب موسيقى ميررز نعم ميررز ورامي وصل كفر ومأمون دول فايلن سولو وكل يلي ساعدوني ميررز بدك تعمل شيء فيها هلا قريب شو هو يا سريع صار في اتفاق بيني وبين المخرج سوني ابو الياس انه يكون اول كليب بشرق الاوسط يكون انه 3 دي ثلاثي الابعاد ثلاثي الابعاد ثلاثي الابعاد ف اذا بحال ما تم وكان 3 دي انا رح اقوم انا باخراجه وهذا رح نشوفه على الشاشه بس مش هلا لازم ينزل باكتوبر او باخر سبتمبر لانه الموسيقى كثير حلوة مش خارج على موسم صيفي انا بدي اقول بس انه اذا السي في موجود بالسوق للكل مثل ما انت قلت في شيء بعدك تضيفه عليه لا بدي اقول انه بدي اشكر كل العالم يلي عم يشتروه لانه وصلوه انه لتوب 3 بالفيرجن وصراحه هاي تركها للاخر لتقولها كنا ما قلناها لو كان راح الوقت وما قلناها هاي اهم وحده لا لانه صراحه انه انجاز كثير كبير انا حسيته يعني لاربع اسابيع كان بين 3 وال 5 و 3 وال 5 بالفيرجن بقى بتشكر كل العالم يلي بدهم يتواصلوا معي على الفيسبوك جان كيروز او جروب اسمه مايسترو باي جان كيروز الكل عم بيقولوا تايم اوت ما فيهم دكتور قال لانه تاخر على وقته كمان انا بقول بس لانه سمعوني نمبر 9 يمكن ما ردوا لانه ما ردوا علي بالغنيه ما لحقوا على الوقت بس انه بالاقل ياخذوا السي دي كيف للاشخاص اللي بده يطلبوه ونحن حننتقل مباشره على امور شخصيه في بريك يعني ما رح يقدر حاله بريك ومن بعدها بنكون مع امور شخصيه